وانا بقلب في اليوتيوب لقيت سؤال بيقول امتى حلول ملاك الذبيحة في القداس؟ والسؤال ده كان موجه للقمص ابراهيم عبده، ففتحت علشان اسمع ايه هو ملاك الذبيحة اللي بيحل في القداس وايه اللي بيحصل وبيعمل ايه. تعالوا مع بعض نسمع الفيديو وبعد كده نرجع نرد عليه. متى حلول ملاك الذبيحه اثناء القداس؟ المبدا في ملاك للذبيحه ولا ما فيش؟ بدليل ان ابونا في نهايه القداس بيحط ميه في ايديه وينفخ فيها ويقول يا ملاك هذه ذبيحه اذكرنا قدام الرب ويصرف الملاك، ففي ملاك للذبيحه. وانا قلت لحضراتكم قبل كده اللي عايز يطلب طلب مستعجل او مهم او صعب، يعني اول ما ابونا يبتدي يناول الشعب بيكون ملاك الذبيحه واقف يسمع صلوات الشمامسه بره توزيع، اطلبوا ملاك الذبيحه اضمن وقت تطلب فيه ملاك الذبيحه هو الوقت ده. اما بقى يجي امتى يعني مفيش حاجه في كده مقدس قاطعه او في طقس الكنيسه حاجه قاطعه، لكن ملاك الذبيحه بيبقى حاضر من الاول لرفع الحمل، لكن بالتاكيد بالتاكيد من اول صلاه الصلح. اول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الأول خالص زي ما سمعنا بيقول المبدأ، هل في ملاك للذبيحة؟ أنا بقول لا. هو بيقول أيوة. طب أنا دليلي إيه؟ أنا دليلي إن مفيش أي مرجعية في الكتاب بتقول إن في حاجة اسمها ملاك الذبيحة. لكن هو مرجعيته إيه أو دليله إيه على إن في حاجة اسمها ملاك الذبيحة؟ بيقول إن الدليل إن أبونا بيجي في الآخر ويحط مية في إيده ويرفعها لفوق ويقول يا ملاك هذه الذبيحة الطائر إلى العلو بهذه التسبيحة أذكرنا أمام الرب. هو ده الدليل؟ يعني هو ده الدليل إن في حاجة اسمها ملاك الذبيحة؟ يعني دليل من عندكم؟ مفيش أي دليل كتابي؟ لا مفيش أي دليل كتابي. فيبقى مين كلامه أقوى؟ هل كلامي أنا أقوى لأني بقول مفيش دليل من الكتاب خالص بيقول إن في حاجة اسمها ملاك الذبيحة، ولا دليل القمص أقوى إنه بيقول أصل أبونا بيقول كذا؟ هو ده دليل أصلا؟ طيب أنا هساعدك شوية وأقول لحضرتك على بعض الحاجات أو حاجة من اللي بيقولوها علشان يثبتوا إن في حاجة اسمها ملاك الذبيحة. بيقولوا إن موجود في سفر الرؤيا إصحاح 8 من عدد 3 حاجة بتشير إلى ملاك الذبيحة. طيب تعال نشوف كده بيقول إيه. بيقول وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك إلى الله. طيب هل ده معناه فعلا ان في حاجة اسمها ملاك الذبيحة؟ وهل في حسب المفهوم الارثوذكسي ملاك بيبقى موجود وقت ذبيحة القداس الالهي يعني؟ ولا الكلام ده دايما بتفسره كل التفاسير اللي موجودة في سفر الرؤيا رمزي، لكن هنا قررتوا ان تفسروها تفسير حرفي وتقولوا اهو في ملاك واقف عند المذبح. طيب هل الملاك اللي واقف عند المذبح ده المذبح اللي هو المذبح الأرثوذكسي؟ طيب تعال نشوف كده مع بعض. عدد 5 بيقول إيه؟ ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزال. يبقى أخذ الملاك المبخرة وملأها من إيه؟ من نار المذبح. فالمذبح اللي موجود في الكنيسة الأرثوذكسية هو أصلا عليه نار ولا هو عليه ذبيحة زي ما بتقولوا؟ فإذا ده كلام مش مظبوط. ولو رجعنا لموقع سان تكلا في تفسير العدد ده اللي هو سفر الرؤيا 8:3 هنلاقي ان هو بيقول ان الملاك اللي موجود ربما يشير الى يسوع، ومفيش اي حاجة خالص في التفاسير بتقول ان هو ملاك الذبيحة. فإذا حتى الادعاء اللي بيحاولوا يدعوه ويقولوا إن ملاك الذبيحة موجود في الكتاب المقدس هو أصلا مش موجود، ولكن القمص أخذها من قصرها وقال لا، الدليل إن أبونا بيمسك مية
ويرفعها لفوق ويقول كذا، فهو ده دليله على إن في حاجة اسمها ملاك الذبيحة. وبعد كده بيقول اللي عاوز يطلب طلب مهم أو مستعجل أو صعب، أول ما أبونا يبتدي يناول ملاك الذبيحة بيبقى واقف بيسمع، اطلبه ملاك الذبيحة. يطلبه مين؟ يطلبه ملاك الذبيحة. يعني اللي عنده طلبة مهمة أو صعبة أو مستعجلة يستنى علشان يطلب من ملاك الذبيحة. يعني ملاك الذبيحة ده هو اللي بيطلبه منه الطلبات؟ آه. وبيقول إن أضمن وقت تطلبه فيه ملاك الذبيحة هو ده، لأن هو أصلاً بيجي إمتى؟ مفيش حاجة قاطعة في الكتاب ولا في الطقس بيقول بيجي إمتى. يعني هو ما بيبقاش موجود طول الوقت، لا، هو بيجي. بيجي إمتى بقى؟ مفيش حاجة بتقول هو بيجي إمتى. حتى نفسه القمص بيقول مفيش حاجة قاطعة في الكتاب ولا في الطقس. لا، خلينا في الكتاب، لأن الكتاب زي ما أنا ما قلت إن هو ما قالش أي حاجة عن ملاك الذبيحة، وحسب قولك بتقول إنه حتى ما بيقولش بيجي إمتى. فإذا ملاك الذبيحة ده اختراع من اختراعات الكنيسة الأرثوذكسية. ليه بقى؟ ليه اخترعته الموضوع ده رغم إن هو مش موجود في الكتاب، والطقس ما قالش بيجي إمتى كمان، مش عارفة بيجي منين لكن بيجي إمتى، الطقس ما قالش كده. ليه بقى الاختراع ده؟ لأن أنت لو عندك طلبة مهمة، طلبة مستعجلة، طلبة صعبة، هتروح القداس علشان تتناول. ومين في أي حد من البشر ما عندوش طلبة مهمة، طلبة مستعجلة، طلبة صعبة؟ كل الناس بيبقى عندها كده. فهيعمل إيه؟ هيروح القداس علشان يتناول، وقبل ما يتناول لازم يعترف، والاعتراف لازم تحليل من الأب الكاهن علشان يروح يتناول. إذن الموضوع كله فين؟ في إيد أب اعترافه، علشان يعمل إيه؟ يروح يطلب طلبة مهمة أو مستعجلة أو صعبة من ملاك الذبيحة. ما هو يعني حسب كلامه هتطلب ازاي طلبة مهمة او مستعجلة او صعبة الا من ملاك الذبيحة اللي هيوصلها لله وهو ماشي وهو صاعد؟ هتطلبها ازاي؟ فده هيحصل امتى؟ ده هيحصل في القداس وقت التناول. طيب، بيقول ان بالتأكيد بيبقى حاضر من اول رفع الحمل، وبالتأكيد من اول صلاة الصلح. ليه بقى؟ ليه؟ ايه دليله على ان بيبقى حاضر من اول صلاة الصلح؟ دي حاجة موجودة فيه من ضمن طقس القداس، حاجة اسمها صلاة الصلح. فالملاك الذبيحة حسب ما بيقول هو بيبقى موجود من اول صلاة الصلح. طيب ايه دليله؟ تعالوا نسمع كده القصة اللي بيقولها ونعرف ايه دليله منه. بالتأكيد بالتأكيد ليه؟ راح اقول لكم بالصعيدي، واحنا اطفال لسه في ابتدائي في بلدنا، حصه بليج منوفيه كنيسه الشهيد قلبه سرمون، فواقفين المذبح اهو، فواقفين يا دوبك راسنا عينينا جايبه المذبح، فعشان احنا قصيرين فحاطين ايدينا على المذبح. فابونا اول ما خلص اول قطعه من صلاه الصلح راح شاور بايدي كده وهو بيصلي، ما استناش لما يخلص، فراح شاور بايدي كده يعني نبعد عن المذبح، بعدنا ما لقيناش في حاجه جايبه تاني حاطين. فلما خلص القطعه دي والشعب بيرد، فقال ابعد ابعد بشخط كده وزعل، بعدنا لغايه اخر القداس. في نهاية القداس قبل ما يقلع الطين وقبل ما يقلع الطين احنا كمان ده اهلنا، تعالى يا ابني، هو انتوا عارفين انا شخطت فيكم ليه؟ يا ابونا ما عملناش حاجه، وصلك شخطت فينا قلت له ابعد ابعد ما عملناش حاجه، راح شخط فينا ثاني. يعني ما انت شايف انت هو حاطين ايديكم على جنيحه الملاك وتقولوا ما عملناش حاجه؟ حاطين ايديكم على ايه؟ الملاك محوط المذبح بجنيحته، وانتوا راح حاطين ايديكم على جنيحه الملاك وتقولوا ما عملناش حاجه؟ مش تحترموا ملاك الذبيحه؟ هو شايف، ربنا كشف له على طول، ففاكر ان احنا كمان زيه شايفين. فاكر زمان شايفين طبعا، خلاص دي خدمتني لما بقيت كاهن، مفيش حاجه اسمها واحد شمس يحط الدوره بتاع الميه على المذبح والناس ما صرفت زي ملاك الذبيحه، ملاك الذبيحه واقف ما يصحش، صح نشخط فيه. فالمهم يعني فملاك الذبيحه موجود من الاول، لكن الوقت اللي نطلب فيه عشان ما نشغلش وقتنا عن صلاه القداس الالهي، يبقى احسن وقت لما ابونا يبتدي يناول. خلاص اللي القداس خلصت، في بقى مزمور التوزيع ولا حال التوزيع، اطلبوا اللي انتوا عايزينه. هو ده الدليل؟ بجد انتوا فعلا كده مصدقين؟ الشمامسه سنديا على أجنحة الملاك، القسيس بيقول لهم
ابعدوا لان انتوا مش شايفين الملاك وانتوا ساندين على جناحاته؟ يعني هل بجد فعلا الكلام ده يصدق؟ وهل الكلام ده لما اتقال في وسط الناس اللي قاعدين هل هم فعلا صدقوه؟ يعني انا مش قادرة اتخيل ان في حد ممكن يصدق الكلام ده، ان اصل الملاك موجود وانتوا ساندين على جناحاته. ليه هي الملائكة دي هي أجساد وليها أجنحة ممكن يتسند عليها يعني؟ طيب يعني لو حضرتك مش عارف أو ما وصلكش الكلام ده، تعال نشوف مزمور 104 عدد 4 بيقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبة. يعني الملائكة مش أجساد. طيب تعال نشوف في العهد الجديد يمكن يكون في حاجة تانية غير اللي العهد القديم بيقولها. تعالوا نشوف عبرانيين 1:14 بيقول أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص؟ ده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الملائكة، وهنلاقيها واضحة في ترجمة الحياة. بيقول لا، فليس الملائكة إلا أرواحا خادمة ترسل لخدمة الذين سيرثون الخلاص. يبقى الملائكة إيه؟ أرواح. يعني مفيش جناح ساندين عليه حسب نصوص الكتاب، مفيش جناح ساندين عليه. الملائكة هم أرواح. يعني مش ابعد يا ابني وابعد يا ابني ويزعق لهم في وسط القداس علشان خاطر هو أنتوا مش شايفين جناح الملاك اللي أنتوا ساندين عليه؟ يا جماعة الكلام ده لا يصدق، حقيقي كلام لا يصدق ولا يدخل عقل حد ان يتقال اصل ساندين على جناح الملاك. يعني انا حقيقي يعني مش قادره اتخيل ان حد من اللي قاعدين فعلا مصدق الكلام اللي بيتقال ده. طيب تعالى نرجع كمان لموقع سانتاكلا، موجود في كتاب الملائكه لمشاهير الاباء القديسين كنيسه الملاك ميخائيل بدمنهور. طبيعه الملائكه وهل الملائكه اجساد؟ هنلاقي إن في مقال مكتوب وهنلاقي الخلاصة في آخر المقال بتقول إيه؟ أما الرأي السائد في الكنيسة أن لهم أجسادًا روحية غير منظورة، وهذا الرأي مقبول وموافق لكل المذاهب الكنسية تقريبًا، يعني غير منظورة، أجساد نورانية أرواح فقط، وما هي أشكالها وطبيعة تكوينها؟ بيقول لك إن هي عبارة عن أجساد روحية غير منظورة، وهو ده اللي متفقين عليه. طيب كمان هنلاقي في كتاب العالم الخفي للملائكة في المسيحية، ده للبابا شنودة، بيقول فيه إن أهم ما في الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة. هنلاقي الكلام ده موجود برضو في موقع الأنبتكلة، لما ندور في كتب البابا شنودة هنلاقيه موجود. طيب يعني كده مفيش جناح الملاك اللي ساندين عليه؟ يعني دليل حضرتك إنه هو بيبقى موجود من بداية صلاة الصلح، فبيبقى موجود وحاضر الذبيحة، ملوش أي أساس، لأن هم أصلا مش أرواح. يعني القصة اللي حضرتك سردتها دي وبناء عليها اتخذت قرار ان يبقى هو بالتأكيد بالتأكيد موجود من أول صلاة الصبح، اللي هو أصلا مش موجود حتى في الكتاب ذكر لي، فكله مجرد كلام، أساطير، قصص بس بتتحكي علشان الناس تصدق. طيب هو ايه يعني دور ملاك الذبيحة ده؟ دور ملاك الذبيحة حسب ما احنا فاهمين كده من كلام القمص ابراهيم عبده ومن كلام غيره، ان هو بيبقى موجود في القداس، وان هو بيكون حارس للذبيحة، وان كل ذبيحة ليها ملاك مخصوص، وان هو كمان بياخد صلوات وتضرعات الناس ويرفعها أمام عرش الله. فأي حد عاوز يقول طلبة مهمة مستعجلة أو صعبة يقولها في وقت ما يكون ملاك الذبيحة حاضر علشان يقولها له هو. طيب قعدت أدور شوية ولقيت إن
في موقع بيقول إن القديس غريغوريوس الكبير وذهبي الفم وأغسطينوس قالوا إن لكل مذبح ملاك يحرسه ويرفع الصلوات من هناك إلى الله، ويسمي الآباء هؤلاء الملائكة المبتهلون، ويقوم الكاهن في نهاية القداس بصرف ملاك الذبيحة قبل تسريح الشعب. يعني قبل ما يمشي الشعب لازم يصرف ملاك الذبيحة، يصرفه يعني يمشيه، يعني هو لازم يقول له امشي يا ملاك امشي، يعني خلاص احنا خلصنا. يعني هل ده كلام منطقي؟ يعني هيمشيه يوديه فين؟ ما هو ده ملاك الذبيحة المرتبط بالمذبح ده، هيمشيه يوديه فين؟ طيب، من ضمن الحاجات كده وانا بدور لقيت سؤال، تعالوا نشوفه كده مع بعض ونرجع تاني. لقيت سؤال في موقع الأنبا تاكلة بيتكلم، بيقول هل يصرف الكاهن ملاك الذبيحة ثانية بعد مناولة المريض، أم أنه فعل ذلك في الكنيسة ويكفي؟ وهل هناك ملكان للذبيحة؟ فقال له إيه؟ يصرف الكاهن ملاك الذبيحة بعد انتهاء التوزيع في الكنيسة حتى يمكنه صرف الشعب. يعني لازم يصرف الملاك علشان يقدر يصرف الشعب، لأنه لا يمكن صرف الشعب قبل صرف ملاك الذبيحة، وهذا الملاك يرافقه لمناولة المريض. يعني هو صرفه، لا هيرافقه لمناولة المريض، ما المريض ده بعد القداس، وهو صرف ملاك الذبيحة وصرف الناس عشان تمشي، فهو رايح يناول المريض، هينزل بقى تاني بعد الانتهاء من مناولة المريض. يصرف الكاهن ملاك الذبيحة أيضا، هو ملاك واحد يرافق الذبيحة حتى تنتهي تماما. يعني هو ملاك واحد هو اللي بيكون موجود، صرفه ومشي ومشى الناس، وبعد كده رايح يناول المريض، جه تاني الملاك وكان بيرافقه لحد ما يناول المريض ويصرفه تاني. انتوا شايفين الكلام ده منطقي؟ يعني هل ده يعني ينفع يتقال على الملائكة؟ يعني يصرف الملاك ويمشي الملاك والملاك جاي ياخد تضرعات وصلوات القديسين ويرفعها امام الله؟ ايه الكلام ده؟ هل ده كلام طبيعي ومنطقي؟ طبعا لا، ولكن علشان نقول ان لازم كل حاجة يكون متواجد فيها الأب الكاهن، حتى الصلوات والتضرعات والدعاء لازم يكون هو موجود فيه. لما تيجي تطلب طلبة صعبة زي اللي موجودة عندك، ولا طلبة مهمة ولا مستعجلة، لازم تروح تطلبها في القداس. يعني ما ينفعش أطلبها دلوقتي حالا، طب أنا دلوقتي حالا محتاج أطلب من ربنا، لا، هتطلبها في القداس علشان ملاك الذبيحة هيكون حاضر، وبيقول لك ان هو في الاخر تطلبها من ملاك الذبيحة. اطلبها من ملاك الذبيحة يعني في النهاية هطلبها من ملاك الذبيحة، ما ينفعش اطلبها من الله مباشرة. طيب تعالوا كده نشوف موجود في مزمور 65:2، تعالوا نرجع ليه مع بعض ونشوفه بيقول ايه. يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. يعني مين هنا اللي بيسمع الصلاة؟ ملاك الذبيحة؟ لا، ده الله هو سامع الصلاة، فإليك يأتي كل بشر. طيب تعالوا نشوف كمان مزمور 145 عدد 18 و19 بيقول إيه؟ بيقول الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق، يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصه. يعني حسب العهد القديم الرب بيسمع للناس، يعني مش محتاجين ملاك الذبيحة، ولا محتاجين ان هم يروحوا، ولا زي ما حضرتك بتقول انا قلت كذا مرة ان لما حد يكون عنده طلبة مهمة او مستعجلة، او مفيش الكلام ده موجود في الكتاب، العهد القديم بيقول كده. ولكن هل يا ترى الكلام ده حسب كلام حضرتك يبقى اتغير في العهد الجديد، وان لازم يكون في ملاك او فيه وسيط يوصل الكلام بين البشر ليه الله؟ يعني كلام حضرتك بيقول كده، وبيقول ان احنا لازم كلامنا يوصل عن طريق ملاك الذبيحة، هو اللي بيوصل الحاجات المهمة والمستعجلة والصعبة. واقول الحمد لله على نعمة الإسلام، لان احنا في شرعيتنا الإسلامية مفيش حاجة اسمها أصل ده موجود في العهد القديم، ولا إن ده إله العهد القديم وده إله العهد الجديد، وده شريعة العهد القديم ودي شريعة العهد الجديد. والكلام اللي دايما ملخبط الناس وما هماش فاهمين الشريعة ماشية إزاي، واللي موجود في العهد القديم ماشي علينا ولا مش ماشي، وهل متنفذ ومتحقق ولا مش متحقق، مش عارفين أي حاجة، بيقولوا لهم
دي نبوءات هتتحقق وده كلام مش هيتحقق وده ملناش دعوة بيه وده لينا دعوة بيه بناء على كلامهم وعلى أهوائهم. ولكن الحمد لله إن شريعتنا الإسلامية واضحة، ودي من ضمن الحاجات اللي يعني برضو من ضمن الحاجات اللي بهرتني في الشريعة الإسلامية، إن هي واضحة جدا ما فيهاش أي لف ودوران ولا فيها أي لبس، يعني الكلام واضح وثابت على مر العصور، ما فيش حاجة اسمها لا ده انتهى، لا ده ما ينفعش، لا ده خلاص ده كان زمان، لا ده اتقال واحنا مش محتاجينه دلوقتي، لا ده إله العهد القديم، لا ما فيش الكلام ده. ولكن كلام القرآن وكلام الإسلام هو كلام واضح صريح ثابت إلى الأبد. يعني لا احنا محتاجين ملاك ذبيحة ولا محتاجين وسيط ولا محتاجين أي حاجة، احنا بندعو الله مباشرة والله جل جلاله بيستجيب لينا. طيب تعالوا نشوف مع بعض ربنا بيقول ايه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال كمان واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. يعني الله قريب قريب، مش محتاج ان حد ياخد صلواتي ودعواتي ويرفعها له، لانه الله جل جلاله بيسمعني وقريب مني، وهو ده ايماني وهو ده يقيني، اني مش محتاجه حد اروح اقول له ادعي ربنا انه يحصل لي كذا، او استنى ملاك يجي ياخد كلامي يوصله لربنا. لكن تعالوا كمان نشوف مع بعض في سورة آل عمران 38، بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يعني نبي الله زكريا دعا ربه فاستجاب لأنه هو سميع الدعاء، قال له إنك سميع الدعاء، لا كان مستني ملاك ولا كان مستني حد، فبشره الله مباشرة وهو قائم يصلي في المحراب، سمع دعائه، ما كانش مستني حد يوصل له الكلام. وهنلاقي في سورة إبراهيم آية رقم 39 بيقول إن ربي لسميع الدعاء، الله سميع الدعاء، يعني الله بيسمع. وهو ده الإسلام وهو ده القرآن وهي دي الشريعة الصح. مفيش واسطة بيني وبين ربنا، لا أنا مستنية ملاك ولا مستنية رسول ولا مستنية واسطة ولا مستنية حد علشان الله يسمعني، لأنه قريب، الله قال إنه قريب. ولكن أرجع وأقول دعوة للتفكير، كل الكلام اللي اتقال عن ملاك الذبيحة ده هل ممكن يتصدق ويعقل؟ شفتوا الفرق بين إني أستنى علشان كلامي يوصل لربنا عن طريق ملاك أو عن طريق بشر أو عن طريق إنسان أو عن طريق أي حد، وبين إني أدعو الله مباشرة فيستجيب فيسمعني مباشرة. هو ده الفرق بين الشريعة الإسلامية الصحيحة وغيرها من الشرائع اللي حسب أهواء الناس. وبكده تكون حلقتي النهاردة انتهت، وأتمنى أن يكون فيها فعلا استفادة، وانتظروني في حلقات ثانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.